وللمزيد ينضم إلينا من روما البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور عودة، بعد التحية، يعني تصريحات جديدة لمنظمة الصحة العالمية، برأيك هل هي كفيلة بإحياء المخاوف من تجدد انتشار فيروس كورونا عالميا؟ مساء الخير للجميع. بالنسبة لإحصائيات كورونا فيروس عالميا، احنا بنشوف انه تقريبا عدد الاشخاص اللي تشافوا صار تقريبا قريب على عدد المصابين، وهذا من اول يوم من الوباء صرحنا انه تبدا بداية نهاية الكورونا فيروس، ويعني في نسبة عالية من الشفاء، وتقريبا ازيد من 96% من الأشخاص المصابين في العالم تم شفائهم، وفي نفس الوقت في نسبة قليلة من التوفي، تقريبا معدل اللي بتوفوا 1%. بالنسبة للوضع يختلف بالنسبة للماضي، ليش؟ لأنه في دول قاومت الفيروس وقاومته ومتعايشة مع الفيروس يوميا، بس في دول فشلت في مقاومته، عشان هيك اليوم موجودة في أزمة كبيرة. ومن الدول هاي مهمة دول مثل الصين، ليش؟ لأنه الصين كانت تابعة البرنامج صفر كوفيد، وبعدين سوت افتتاح بدون مراقبة وبدون مراحل تدريجية، عشان هيك في اصابات كثيره. وحسب راي منظمه الصحه العالميه وصلت وجهه النظر، واشكرك شكرا جزيلا البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه.